حضرتنا اليوم عن clinical techniques for class 3, 4 and 5 direct composite restoration. احنا اخذنا الكومبوزيت كدنتال ماتيريال، مواصفاته، الادفانتج ديسادفانتج، انديكيشن كونترا انديكيشن. هاي بالنسبه للكومبوزيت كماده. نيجي هسه على التوب ستراكشر، اشنو البرنسيبل الكافيتي ديزاين عندنا. طبعا هو الكومبوزيت راح يكون المحاضره هاي راح تكون فور انتيرير تيث، بالرغم من انه هسه الكومبوزيت هيستعمل فور انتيرير اند بوستيرير. عفوا، فالبدايه هي راح نبدي بالكلاس 3، كلينيكال تكنيك فور كلاس 3 دايركت كومبوزيت ريستوريشن. كل كافيتي ديزاين راح نمشي نحكي اول مره على الانيشال كلينيكال بروسيجر و كخطوات الاوليه يعني للكافيتي ديزاين. فالبروسيجر these are similar to those already described، يعني كبرنسبل عامه هي نفسها لل البرنسبل السابقه اللي اخذناها. بمعنى انه انا اولا بالبدايه راح احتاج الانستيزيا البنج. The anesthesia is usually necessary for patient comfort. بالطبع انا من احتاج انه المريض يجي عندي يكون مرتاح، لان اصلا هو الاجواء عندنا بالعياده تكون متوتره، الطبيب المريض خايف من طبيب الاسنان، فما يصير انا ازيد عليه هذا الستريس. لازم اثناء الشغل مالتي البيشنت يكون مرتاح. هذا يتحقق عن طريق الانستيزيا. اشنو الفائده الاخرى؟ It may help in decrease salivary flow. المشكله الرئيسيه اللي تواجهنا بشغلنا دائما هي السليفري فلو، كميه اللعاب المفروزه. البنج راح يساعد انه يقلل لي كميه السليفري فلو اثناء الشغل. النقطه الثانيه اللي هي كلوزال اسسمنت. دائما خلوا قاعده عندكم انتم من تجون تشتغلون الاسنان انتيرير او بوستيرير، لازم اخلي البيشنت يسد واشوف مناطق الاوكلوجن اللي عندي، تمام؟ لان انا راح اشوف، ممكن اشوف نورمال كلاس 1 ريليشن شيب، ممكن اشوف كلاس 2 ريليشن شيب، ممكن اشوف ايج تو ايج. فلازم اعرف مناطق الستريس اللي هيصير وين مكاناتها بالضبط، والا ممكن انا اتعب بالحشوه واصممها وارجع الاناتومي وبعدين البيشنت يسد واذا اكو هاي سبوت نقطه عاليه عندي، يعني الاطباق ما مضبوط عندي، راح اضطر اخذ من الحشوه حتى ارجع الاطباق، وبالتالي راح الجهد مالتي كله. فالاسسمنت اوف اوكلوجن مهم جدا to determine the tooth preparation design. Okay, and to properly adjust the restoration function. حتى ارجع الشكل الوظيفي الصحيح للحشوه. النقطة الثالثة اللي هي the composite shade، يعني لون الحشوة اللي انا راح اختاره. اهم تشالنج، تحدي راح يصادفني بالانتيريور تيث هو الشيد سيلكشن. انا لازم اختار لون الكومبوزيت اللي راح يكون عندي مطابق للون السن الطبيعي، تمام؟ فهذا قبل كنا يعني طبقة واحدة كومبوزيت، حاليا لايرنج تكنيك، بمعنى انه انا راح اختار لون الدنتين وارجع اختار لون الانامول حتى بالنتيجة النهائية احصل على اللون المطابق 100%. فاذا ايش وقت اخذ الكومبوزيت شيد لون الكومبوزيت؟ هذا لازم اخذه قبل ما ابدي اشتغل، تمام؟ يعني اول ما قاعد عندي البيشنت ابدي اخذ الشيد جايد اللون الحشو المطلوب. ليش؟ لانه البيشنت ما راح يفتح ثمه فتره طويله، التوث راح يصير بينه ديهايدريشن، يعني راح يفقد السوائل، يا اخي نقول ينشف السن، وبالتالي راح ينطيني لايتنز، يعني اضاءه او يعني لون غير صحيح، تمام؟ نتيجه انه السن صار بينه ديهايدريشن، تمام؟ النقطة الرابعة اللي هي the area must be isolated. طبعا هون بالنسبة لاختيار اللون دائما خلوا ببالكم قاعدة، من تجون تختارون لون السن دائما من تجون تركزون على خاصة الأسنان الأمامية، أدحق على السن بعدين أغير نظري على جهة بعيدة، تمام؟ أو على منظر طبيعي أو فد شيء، أنطي استراحة للعين، تمام؟ وارجع مرتلخ اختار اللون، لان انا اذا ظليت اركز على السن لفتره طويله راح يصير عندي خربطه باختيار اللون.
فأنطي مجال للعين أنه تستريح في أشهر استراحة العين، أدير نظري على جهة أخرى إذا كانت عيادتي مثلا مطلة على منظر أو فتشي، أشوف هذا المنظر، أتأمل شوية ثواني وأرجع مرتلخ أختار اللون. هذا راح يساعدني بالتالي على اختيار اللون الصحيح. نرجع للنقطة الرابعة اللي هي the area must be isolated. دائما كل شغلنا أنه السن لازم يكون معزول. معزول عن إيش؟ عن السلايفة، عن blood، تمام؟ to facilitate access and permit effective bonding. كذلك لازم أعزله عن الـ structures المحيطة، يعني مثلا إذا كان من جهة اللسان لازم أبعد اللسان عن الفيلنج مالتي، أو التشيك أبعده عن طريق الريتراكتر، أكو فدادات معينة تسحب التشيك أو التنك، أو باستخدام الكوتر رول أو باستخدام الرابر دام، وسائل كثيرة إن شاء الله رح نأخذها بالإيزوليشن. النقطة الخامسة if the restoration involve the proximal contact، إذا كان الحشوة تشمل عند يعني جانبية وتشمل proximal contact، inserting a wedge، هذا الوجه الخشبي اللي عطشانه بالصورة، إذا خليناه هذا راح يساعد لي كثير بإيش re-establishment of the proximal contact of the composite، راح يساعدني كثير بأنه يسهل لي أنه أرجع الكونتاكت بشكلها الصحيح، تمام؟ يعني راح يؤدي دور مهم بإبعاد اللثة أول شيء عن المكان، توضيح الكافيتي عندي accessibility أكثر. زين نيجي على tooth preparation، تحضير السن. In general, the tooth preparation for class 3 direct composite restoration involves يشمل أولاً obtaining access to the defect. هذا النقطة المهمة أنه أنا أشون أعمل لي منفذ إلى الديفكت. ولاحظوا هوني عنقول ديفكت ما عنقول كيريز، لأنه الخلل اللي بالسن ممكن يكون كيريز وممكن يكون ما كيريز، ممكن يكون فراكتشر كسر، أو ممكن يكون نون كيريز ديفكت، ممكن يكون مثلا ابريجن ايروجن، راح نشوفكم سلايدات اخرى ابو فراكشن. فاذا احنا ما نقول بس كيريز، لان واحد من الاسباب هو كيريز، فنسمينه ايش ديفكت. فانا اشون اقدر اصل للديفكت الخلل اللي موجود بالسن عن طريق الاكسس، تمام؟ هيئ لي اكسس كافي انه انا اقدر اصل لكل اجزاء الديفكت. النقطه الثانيه ريموفينج اني فولتي ستراكشرز، اي ستراكتشر بينه خلل موجود أنا لازم أزيله من السن، اللي هو يشمل ممكن يكون كاريز تشو، يعني دينتين بينه تسوس، إنامل بينه تسوس، أو ممكن يكون ديفكتيف إنامل أند دينتين، يعني إنامل بينه هايبومينالايزيشن ديمينالايزد بينه ديسكالريشن واتيفر، يعني ديفكتيف ريستوريشن. المريض جاني وعنده حشوة قديمة أصلا بها خلل، فلازم أنا أزيله بشكل كامل حتى أبدي خلينا نقول الشغل من جديد. كذلك ممكن يكون بيز ماتيريال، يعني بقايا سمنت، الطبيب اللي قبلي كان خلى بيز سمنت تحت الحشوة أيضا لازم أزيلها، ومثل ما قلنا نبدي بداية جديدة. والنقطة الأخيرة اللي هي creating the convenience form، أشنو هو الconvenience form؟ تذكروا أنه أنا أوسع بالكافيتي وبنفس الوقت أكون conservative تحفظي، أوسع بالكافيتي بحيث أنه أدوات اللي راح أستعملها ممكن تدخل للكافيتي، سواء كان بير أو كوندنسر أو آش أو أي أداة أنا أستعملها بالفيلنج اللي راح أحتاجه لازم تدخل إلى، يعني أصغر أداة عندي ممكنة تدخل إلى الكافيتي. هذا يتحقق عن طريق الكونفينينس فورم فور ذا ريستوريشن. جزء مهم اللي هو البيفل، إيش نقصد بالبيفل وين راح نعمله؟ In most cases, an enamel bevel is used on the facial cavoservice margin. لاحظوا معي هاي الصورة. هاي cavoservice margin. وين؟ من جهة الفاشيال. انتبهوا. Facial cavoservice margin. راح أعمل بيها bevel. هتلاحظون هاي بزاوية 45 درجة الكات اللي عملتونه. إيش يسمونه هذا؟ سمينه bevel. وين عملتوا هذا البيفل؟ عملتوه بال فيشيالي. اشنو فائدته هذا البيفل للفيشيالي؟ to provide gradual color transition، تمام؟ يعني حتى اقدر اوفر تدرج باللون، باللون الحشوه اقصد،
بحيث انه ما يصير عندي جاب او خط بين الحشوه والسن، يعني تكون الحشوه متطابقه 100% مع السن اللي انا دحشينه. اوكي، فهذا اشرح بالتالي اشرح يحسن لي، راح يحسن لي الاستاتيكس. تمام جماعه يقولون ما واضح الصوت، وجماعه يقولون واضح الصوت. يا شباب، هو اول تالي المحاضره مسجله فيديو، حتى اذا ما كان واضح الصوت بالتسجيل ممكن ترجعون. ايضا عندنا if unsupported enamel is intentionally left. هون احنا يا شباب البرنسبل مال الكومبوزيت تختلف عن البرنسبل مال الامالجام، بمعنى انه انا ممكن عندي unsupported enamel. ايش نقصد بالunsupported enamel؟ الانامل اللي ماكو تحته دينتين، فممكن في بعض الاحيان انا اتعمد انه ما اشيل هذا الunsupported enamel. تمام، وين جهه الفيشيال سيرفيس. تمام، فبالتالي الفيشيال كيفو سيرفيس بيفل مي بي نوت انديكيتد. تمام، يعني انه انا اذا كان عندي unsupported enamel وقررت انه انا ابقي، ليش ابقي؟ هتلاحظوا مثلا الصوره هذا كله unsupported enamel، لكن كاستاتيك يعني كجماليه هو شكله ما بينه شيء. تمام، ولازم افرق بين unsupported enamel والانامل المتهالك، الانامل التعبان كثير، هذاك لا ما يصير ابقينه. بس اذا لاحظتوا انه مثلا الطبقه الخارجيه من الانامل، تذكرون اللي سميناها prismless enamel، واللي هي تنطي هاي اللمعه اللي تشوفها بالانامل، اذا شفتوا انه هاي اللمعه موجوده بالانامل وهذا الانامل unsupported وهذا الانامل موجود وين؟ انتبهوا فيشيالي، ممكن انا ابقينه، واذا بقيتونه فما يحتاج اعمل ايش؟ فيشيال بيفل، كيفو سيرفيس مارجن بيفل، لانه انا اذا عملته كيفو سيرفيس بيفل هذا كله راح ينشال. اوكي زين، بيكوز اوف نعم دكتور، بس اسالك عن عن الوجه، لما نخليها بين توث وتوث ما راح تاثر عن الديستانس يعني بيناتها، او يعني تاثر هذا شوي يعني؟ ابدا ما راح تاثر، لانه وين راح اخليها؟ بالامبريجر اريا. تمام، فما راح تاثر عندي. تمام زين، because of the adequate bond of composite to enamel and dentin، لانه الكومبوزيت هو يختلف عن الامالجام. الامالجام مبداه كله ميكانيكال، يعني انه انا لازم اعمل اندر العفو كونفرجنسي، وهاي حتى احقق ثباتيه للحشوه. الكومبوزيت غير شكل، كومبوزيت قصه اخرى. الكومبوزيت راح يصير بي كيميكال ادهيجن، التصاق وين؟ مع الانامول والبوند. طبعا الكومبوزيت يلتصق مع الانامول والبوند عن طريق البوندينج ايجنت الادهيزيفز، هاي طبقه اخليها قبل ما اخلي الكومبوزيت، وقبل ما اخلي البوندينج راح يكون اكو ايضا عندنا الاسيد اتش، راح اخرشن السن حتى احصل رف سيرفيس، وحصل يسموها الانامول تاجز، وبعدين اخلي البوندينج، بعدين اخلي الكومبوزيت، وبالتالي الكومبوزيت راح يكون بينه التصاق مع الانامول والدنتين. فلذلك most of classic 3 composite restoration are retained almost exclusively by bonding، بمعنى انه انا الحشوه بكلاس 3 ولانها محاطه بالتوث ستراكشر وملتصقه، بالتالي هذا الالتصاق كلش كافي لثبات الحشوه. هذا الكلام ايش معناته؟ معناته انه no additional preparation retention form is necessary، يعني انا ما يحتاج اعمل additional preparation retention كما هو الحال وين؟ بالأمالجام. In rare cases، بحالات نادرة، when additional retention form is needed it can achieved، لو نفترض انه السن فد مرة تعبان، يعني الكافيتي كبير كثير، واحتجت انه اعمل additional retention form، اشون راح اقدر احقق هذا additional retention form؟ أحققه by increasing the surface area with a wider enamel bevel. هتلاحظون يعني أزيد مساحة البيفل. خلوا قاعدة عندكم، خلوا قاعدة عندكم إنه الكومبوزيت يلتصق بالسن عن طريق يلتصق بالسن بالإنامل والدينتين، لكن الاتساق القوي راح يكون مع الإنامل. بالتالي أشقد أنا أزيد مساحة الإنامل
بالكافيتي مالتي راح احقق ريتينشن اعلى. ليش؟ للكومبوزيت. فبالتالي اذا انا خشيت انه انا اريد ازيد الريتينشن مالتي ايش راح اعمل؟ راح ازيد البيفل. اشنو فائده البيفل يا شباب؟ البيفل نعم دكتور عملية البيفل ما عاد تصورها وما عاد تخيل أبالي شو راح تكون. هسه راح أشرح لك إياه. الإنامل تتذكروا من إيش يتكون هاي الخطوط العمودية؟ انتبهوا معي. الإنامل من إيش يتكون الإنامل؟ بس انتبهوا معي. بالضبط هذا تخيلوا معي طلع اللون وردي. يلا أنا ما كنت متعمل درس. هذا الإنامل ايش يتكون من ايش؟ انامول بريزم صحيح؟ تمام. واضح يا شباب؟ ايش اكو من برا بالانامول؟ خلينا نغير الوردي. ايه ايش اكو من هوني؟ عندي هاي طبقه صليده جدا ايش اسمها؟ من يتذكر؟ اللي تغطي الانامول من فوق. ما حد يتذكره؟ جيد ممتاز. بريزم ليس انامل. زين انا هسه لو اجي اخلي الاسيد اتش الحامض فوق الاسيد بريزم ليس انامل ما راح احصل النتيجه اللي اريده. انا اريد اصل للبريزم فايش اجي اعمل؟ انتبهوا معايا هذا اللي باللون الاحمر هسه هو البيفل. راح اعمل كات بزاويه 45 درجه. تلاحظون؟ تمام؟ ايش شلتوا؟ شلتوا البريزم ليس انامل وكشفتوا الانامل بريزم. راح يجي الاسيد اتش اللي باللون الاصفر هذا راح يجي اخليه طبقه هوني اسيد اتش على البيفل. هاي الاسيد اتش خلينا نقول السائل تمام هذا اللي باللون الاصفر ايش راح يعمل لي؟ راح يعمل لي حفر بالانامل يسموها الانامل تاجز. تلاحظون؟ اوكي خرشني الانامول. من اجي اخلي البوند واخلي الكومبوزيت راح يدخل جوا عندي بهاي التاكس وراح يصير عندي مثل القفل. يعني يدخل البوند وهو بحاله سائله واجي اصلبه باللايت كيور يتصلب يصير قوي فيقفل جوا تتكون عندي هاي الانامول تاكس. هتلاحظون الريتينشن من عيجي من البيفل. فبالتالي من انا احس انه هذا التوث يحتاج له ريتينشن اكثر ممكن ازيد مساحه البيفل. شلون ازيد مساحه البيفل؟ ازيد الميلان اكثر. هتلاحظون شلون؟ تمام؟ هسه انا زيدت البيفل وبالتالي كشفت انامول رودز اكثر من الطريقه الاعتياديه. واضح يا شباب؟ دكتور يعني هسه الكومبوزيت ما راح يلتصق مباشره على الطبقه الخارجيه من الانامول. ابد ابد ما يلتصق. لازم اكشف انامول رود. بالضبط ابد ما يلتصق. تعرفين ليش؟ لانه الانامول فيسكاس يعني خلينا نقول مثل العجينه. انتم يمكن شايفين العفو الكومبوزيت ما الانامول. الكومبوزيت مثل العجينه شايفين يمكن الكومبوزيت. فهذا ما يدخل على التاكس جوا. التاكس هاي اللي احكي لكم عليها هاي كلها مايكروسكوبيكالي. يعني اشياء ما تشوفوها بالعين المجرده هاي كلها بالمايكروسكوب. تمام؟ فبالتالي انا احتاج وسيط سائل حتى يربط لي التوث ستراكشر مع الكومبوزيت. هذا الوسيط السائل يسمونه البوند. البوندنج ايش فرقه عن الكومبوزيت؟ البوندنج يسمونه انفيلد ريزن، يعني ريزن بدون فيلر. فبالتالي هو خلينا نقول ابن عم الكومبوزيت. كومبوزيت بينه فيلر وبينه ريزن وبينه كابلنج ايجنت، تذكرون؟ اشنو فرقه عن البوندينج؟ البوندينج ما بينه فيلر بس بينه ريزن. فبالتالي الريزن هو سائل راح يدخل عندي بالمناطق التاكس هاي اللي رسمت لكم اياها هسه وارجع اصلبها باللايت كيور اتصلبت وارجع اخلي كومبوزيت. بالتالي راح تتكون عندي الهايبريد لاير نتيجه البوندينج. الهايبريد لاير راح تربط لي الكومبوزيت من جهه مع التوث ستراكشر من جهه. ولهذا مبدا التصاق الكومبوزيت يسمونه كيمو ميكانيكال، يعني كيميكال مع ميكانيكال. تمام؟ كيميكال ريزن مع ريزن، ميكانيكال هاي التاكس اللي رسمت لكم اياها راح تصير مثل مبدا القفل. تمام؟ واضح يا شباب؟ ايه دكتور. اكو استثناء انا اريدكم دائما معلوماتكم اب تو ديت، يعني احدث شيء.
اكو استثناء، اكو انواع حديثه من الكومبوزيت هسه يسموها سيلف ادهيزف. ايش معناته؟ معناته انه كومبوزيت ما يحتاج بوند، تجي تلصق راسه ستراكشر. بس هذا بينه مساوئ، طبعا الالتصاق ماله ما مثل الكومبوزيت العادي، اقل واستعمالاته محدوده. نرجع لموضوعنا، فقلنا اذا additional retention form is needed is achieved by increasing the surface area of wider enamel bevel، او خلوا هاي النقطه ببالكم، او by adding retentive features قد تكون grooves dovetail in the preparation of internal dentinal wall. بس هذا كله لازم يكون conservative. انتوا خلوا ببالكم، انتوا ما دام عم تشتغلون composite لازم تكونون conservative، تمام؟ الادفانتج المهمه الرئيسيه للكومبوزيت انه هو كونزرفاتيف، يحافظ على التوث ستراكشر. زين، when proximal surface of interior teeth is to be restored، يعني عندما يكون السطح الخارجي يحتاج حشوه، and a choice between facial and lingual entry into the tooth is available، بمعنى انه انتبهوا عليه، هذا الرسم عم تلاحظونه هسه اللي هو كلاس 3 صحيح، هاي الصوره. طيب هاي كلاس 3 التسوس عندي جانبي، هذا التسوس ادخل علينه من جهه الفيشل لو ادخل علينه من جهه اللينجوال برايكم؟ تمام، هذا المنطق يقول هالشكل لانه انا عاد اشتغل باسنان اماميه وانا مهم عندي الاستاتيك تجميلي، فبالتالي المنطق يقول انه انا افضل ادخل من جهه اللينجوال، ولكن ما بكل الحالات هسه نجي عليها. For the lingual approach is always preferable. دائما هو مفضل the lingual approach. Unless, شوفوا, unless, إلا إذا. Such an approach would necessitate excessive removal of tooth structure. يعني لو أنه lingual approach راح يؤدي إلى أنه أنا أشيل كثير من tooth structure، لا، بالحالة وين؟ وين أروح؟ أروح على facial approach. Okay, such as هاي إيش وقت تصير عندنا هاي الحالة؟ Such as instances of irregular alignment of teeth. شايفين الناس اللي يحتاجون تقويم أسنان، أسنانهم تكون غير منتظمة، تمام؟ يعني الأسنان ما بوضع الحقيقة الصحيح، فبالتالي بسبب irregular alignment of teeth راح يكون the facial positioning of the lesion هو العفو the facial approach هو أفضل عندي. تمام. الحالة الأخرى من يكون facial positioning of the lesion، بمعنى أنه أشنو؟ بمعنى أنه التسوس هو أساساً من جهة الفيشل، فأنا ما منطقي أجي أدخل من جهة اللينجوال وأحفر السن ما بينه شيء على مدى صل التسوس، لا، أنا أختار الطريق الأقرب. أوكي، فإذا الخلاصة من هذا الكلام أنه أنا إذا عندي تسوس جانبي بالوسط، بالوسط لاحظوا، جانبي بالوسط، ممكن أدخل عليه لينجوالي أو فيشيالي، أختار وين؟ أختار اللينجوالي. لكن إذا كان هو التسوس قريب من الفيشل بعيد عن اللينجوال، لا، بالحالة أدخل عليه فيشلي، أو إنه مثل ما قلنا إذا كان irregular alignment. أشنو الأدفانتج عندي مع اللينجوال أبروتش؟ يا شباب هاي المحاضرات اللي راح تجيكم، يعني راح تشوفون يعني صفحات بيها شرح كثير، وهاي وصفحات بيها نقاط، دائما المحاضر يفضل النقاط، حتى من يجي يخلي الاسئله او فتشي يتجه باتجاه النقاط. الدسكشن نادرا ما يجي عندنا، لانه الدسكشن هو توضيح لك للعملي، انت ايش راح تعمل بالعملي، هو مطلوب منك، ما مطلوب، وممكن يجيك يعني خلينا نقول فراغ منه، يجي صح خطا، بس كسؤال لا، اكيد يجي من ناحيه النقاط، فدائما تركزون على شغلات النقاط. فشنو الادفانتج مال لينجوال ابروتش؟ The facial enamel is conserved، بمعنى انه انا الفيشل انامل ما راح اجي يمه، وبالتالي راح اعمل انهانسمنت للاستاتيك، انا راح يعني اقوي عندي الجانب التجميلي لانه انا ما جيته اصلا على الفيشل سيرفيس. Some unsupported and non-friable enamel may be left on the facial wall of preparation. هاي النقطة اللي ذكرناها قبل شوية، على عكس الامالجم، الامالجم كان any unsupported enamel should be removed. هالكلام ما ينطبق على الكومبوزيت، يعني اذا انا عندي unsupported enamel فيشيالي ممكن ابقينه. ليش ابقينه؟ لانه الكومبوزيت راح يلتصق كيميائيا مع هاي الانسبورتد انامل، وايش راح يعمل له؟
نقطة مهمة وخليها دائما قاعدة عندكم، يعمل reinforcement، يعني راح يؤدي دور الدنتين لأنه راح يلتصق بالإنامول، بالتالي راح يحافظ لي على هذا الإنامول. فدائما خلوا قاعدة عندكم إنه الكومبوزيت فرقه عن أو فائدته عن الأملجم إنه الكومبوزيت ما بس هو fill the space، لا هو يعمل reinforcement للwalls. يعني أشقد أنا جدران الكافيتي عندي ضعيفة أتجه للكومبوزيت، كومبوزيت أفضل من الأملجم. تمام، الأملجم ماكو أي التصاق مع تو ستركتشر، مجرد fill the space. يجون يقولوا لي الأملجم قوي وهاي، أقول لهم أنا لكن أروح أجيب حشوة حديد، الحديد أقوى من الأملجم وأخليه داخل الكافيتي. أنا ما أريد حشوة حديد وما أريد حشوة قوية جدا، أريد حشوة مواصفات نفس مواصفات السن، ما أريد لا أكثر ولا أقل. الكومبوزيت يحقق لي هاي النقطة. صح هو الأملجم أقوى، بس أنا أش أعمل بالأقوى؟ أنا ما أريد أقوى، أنا أريد نفس مواصفات السن. أنا شلت إنامول ودنتين، أريد حشوة نفس مواصفات الإنامول والدنتين. تمام؟ الأملجم أقوى من التوت ستركتشر، من تيجي فورسز قوية على الأملجم، الأملجم يتحملها ما راح ينكسر، راح ينقل الفورسز هاي وين ينقلها؟ على البيز أوف ذا كسب. وبالتالي راح تشوفون أنتوا أكيد صادفتوها، اللي عندهم حشوات كبيرة أملجم تشوفون كن صار عنده فراكتشر بالكسب، يقول لك وش قد قوية هاي الحشوة، بحيث أنه السن انكسر والحشوة ما بيها شيء، هو ما يعرف أشنو السبب الرئيسي. بينما الكومبوزيت حاله من حال التوت ستركتشر، بمعنى انه القوه اللي راح تكسر التوت ستركتشر راح تكسر الكومبوزيت وهو المطلوب. زين، النقطه الثانيه اللي هي شيد ماتشنج اوف ذا كومبوزيت از ليس كريتيكال. مثل ما قلنا عندنا تشالنج، التحدي عندنا انه هو شلون نختار لون الحشو مطابق للون السن. اذا انا دخلته على السن اساسا من جهه اللينجوال وتركته الفيشل، راح تقل عندي هاي التحدي التشالنج، راح يكون اقل تاثيرا، بمعنى انه بسهوله راح احصل الكلر ماتشنج، تطابق اللون ما بين الحشوه والسن. النقطه الثالثه اللي هي discoloration or deterioration of the restoration is less visible، بمعنى انه بما انه انا بقيت هاي طبقه الانامول فيشيالي، بالتالي اي تصبغات اي تدهور بالحشوه راح يكون اقل ظهورا من بقيه الحشوات. زين، اخذنا الانديكيشن مال فيشل مال لينجوال ابروتش، نيجي هسه على الانديكيشن اوف فيشل ابروتش. ايش وقت انا استعمل فيشل ابروتش؟ او النقطه الاولى، اذا كان عندي الكاريوس ليجن از بوزيشند فيشل، بمعنى انه وضحت لكم اياه انه اذا كان التسوس قريب جدا او اصلا هو من جهه الفيشل، بالتالي راح يكون فيشل ابروتش هو الافضل عندي، وهو significantly conserved the tooth structure. النقطة الثانية اللي هي teeth are irregularly alignment، يعني إذا كان التوث ما بمكانه الصحيح، قد يكون عندي facial approach هو significantly conservative أكثر من lingual approach. النقطة الثالثة اللي هي an extensive caries lesion extend onto the facial surface. من يكون عندي كمية تسوس كثيرة ممتدة إلى facial surface، فبالتالي ماكو داعي انه انا ادخل من جهه اللينجوال، لا الفيشل ابروتش راح يكون عندي مور بريدكتبل. النقطه الرابعه اللي هي فولتي ريستوريشن ذات اوريجينالي واز بليسد فروم ذا فيشل ابروتش، بمعنى انه جتني حشوه من غير طبيب، هو اساسا كان خلاها فيشل، هو كان حفر السن، فعلش انا ادخل من جهه اللينجوال، لا هو هي من جهه الفيشل، من جهه الفيشل فادخل عليها فيشلي. اوكي، طبعا اذا كانت تحتاج تبديل. وين زين، عندي احتمالية ثالثة اللي هي يقول لي when the facial and the lingual surface are involved، من يكون عندي the facial involved واللينجوال involved، يعني كافيتي كبير مثل هذا اللي بالصورة. The approach that provides the best access for instrumentation should be used، بمعنى انه القرار راح يكون لك وين تشوف نفسك مسيطر اكثر، facially ولا lingually، وين تشوف نفسك تقدر تنظف التسوس وتحصل ريزلت افضل، فالقرار لك، انت ممكن تدخل فيشيالي او لينجوالي. The preparation is initiated، شلون انا ابدي تحضير كلاس 3؟ The preparation is initiated from lingual approach if possible، مثل ما قلنا اذا اخترنا lingual approach، by using round carbide bear، راح استخدم round carbide bear or diamond instrument
of a size compatible with the extent of the lesion. بمعنى أنه هوني أنا ما راح أقول لك ابدأ بهذا البير المحدد، لا، حسب الكافيتي اللي عندك. إذا الكافيتي initial cavity أنا راح أختار ربع، إذا كان الكافيتي أكبر ممكن أحول على الثلث على النص، حسب حجم الكافيتي أو الليجن الموجود عندي. Then the point of entry is located within incisor gingival dimension. يعني أنه أنا نقطة الدخول عندي إلى الكافيتي راح تكون باتجاه الانسايزور جينجايفال دايمنشن، تمام؟ And as close as to the adjacent tooth، وأقرب شيء إلى السن المجاور. ليش أقرب شيء إلى السن المجاور؟ لأنه أنا عاد أبتعد عن البلب، لأنه الخطورة هون إنه أي حركة خاطئة ممكن أعمل بلب إكسبوجر، أدخل على البلب، فبالتالي أكون أقرب ما يكون عن السن المجاور، ولكن بين قوسين without contacting it، فلما أطخ السن المجاور. ممكن أخلي باند حتى أتأكد أنه ما أطخ السن المجاور. The initial opening is made by holding the cutting instrument perpendicular to the enamel surface. بمعنى أنه إذا دخلت البير لازم يكون عمودي وين؟ على الانامل surface. لاحظوا هاي الصورتين اللي أمامكم. أول صورة هوني البير وين؟ perpendicular على الانامل surface. هذا correct. لكن هوني tilted. تمام؟ وهذا incorrect. perpendicular to the enamel surface with بس اشنو but at entry angle that place the neck portion of the bear. هذا neck portion of the bear اتلاحظونه neck portion of the bear or diamond instrument as far into the embrasure area. يعني باتجاه الامبريجر area next to the adjacent tooth تماما بعد سن المجاور as possible. يعني اقرب شيء يكون العفو اقرب شيء هذا النيك اوف ذا هيد اوف ذا بير يكون اقرب شيء على الامبريجر اريا والادجيسنت توث. القوه اللي اسلطها ايش راح تكون؟ لايت بريشر ضغط خفيف and intermittent يعني intermittent cutting قطع بالبير متقطع ما متواصل. أدوس البير أسحب إيدي، أدوس البير وأسحب إيدي، هاي يسموها البرش ستروك، تمام؟ حركة شلون حركة الفرشة يعني أعمل كاتنج وأسحب إيدي، أعمل كاتنج وأسحب إيدي، يعني يكون متقطع. Are used to gain access حتى أحصل منفذ عندي وأحقق الأوتلاين. Incorrect entry إذا أنا ما مشيته بهاي الانجوليشن أو الطريقة ايش راح يصير عندي؟ اوفر اكستند ذا لينجوال اوتلاين، يعني راح اوسع الكافيتي من جهه اللينجوال وراح اشيل من الساوند توث ستراكشر، وبالتالي ايش راح اعمل؟ راح اضعف الاسنان السن اللي انا قاعد اشتغل بينه. ذا سيم انسترومنت نفس الاداه may be used to enlarge the initial access opening sufficiently to permit in subsequent steps the carriers to shoot removal. يعني انه انا اوسع شويه شويه بحيث انه انا اضمن اقدر اصل لكل اجزاء التسوس واكمل البريبريشن مالتي and insertion of the restorative material. وكذلك افكر انه انا بعد عندي حشوه وبالتالي لازم اعمل اوتلاين يوفر لي مجال رؤيه كامله ولتنظيف التسوس ولاضافه الحشوه فيما بعد. No effort is made to prepare the wall that are perpendicular to the enamel surface. ما يحتاج إنه أنا أبذل جهد حتى أعمل جدران الكافيتي عمودية على الانامل سيرفس كما كان عندي مثلاً بالأملقم. المبدأ هوني إنه أنا أنظف التسوس وأتوقف. تمام؟ ما يحتاج إنه أحقق باقي البرنسبل اللي كانت بالأملقم. The wall will the walls may be diverge externally. بالعكس راح تكون the wall diverge إلى الخارج from the axial depth, resulting in a beveled margin. بالتالي راح تكون المارجن عندي beveled. تمام حتى نعمل exposure أكثر لل enamel surface and conservation of the internal tooth structure بدون أن نأذي الجدران يعني ال أنسجة السن الداخلية. خلوا بالكم ودائما انتبهوا إنه البلب والدنتين
جزء لا يتجزأ. أوكي يا شباب، هسه رح نكمل المحاضرة. عندنا قلنا for larger preparation the initial tooth preparation is still as conservative as possible, but the preparation wall may not be so divergent. يعني إذا كان الكافيتي كبير عندي ما ممكن إنه أحقق إنه الوال راح تكون divergent from the axial wall. وبالتالي subsequent beveling or flaring of accessible enamel areas may be required. يعني بيكون large cavity بما أنه أنا ما تقدر أحقق divergent wall فراح أحتاج beveling وflaring. flaring يعني مفتوح للخارج، تمام؟ of accessible enamel. Despite the size of the lesion, the objective of initial tooth preparation is the same to prepare as conservatively as possible by extending the outline form just enough to include the peripheral extent of the lesion. بمعنى أنه أنا وين ابتداد الليجن عندي الكاريز ما يحتاج أن أوسع أكثر، متى ما نظف عندي التسوس أوقف حتى أكون conservative أكثر. Sometimes the incorporation of enamel bevel may also be used to extend the final outline form to include the caries lesion. If possible, the outline form should not, انتبهوا, the outline form, large cavities, should not, أولا, include the entire proximal contact area. يعني قدر الإمكان وإذا قدرته إنه الكافيتي ما يشمل كل الproximal contact area. Contact area في شيء معقد يعني يحتاج له مهارة جدا حتى أرجعه، وبالتالي أحاول جهدي إنه أنا ما أفقد ال contact area. ثاني شغلة not to extend onto the facial surface. قدر الإمكان إنه أحاول إنه cavity mality ما يعبر على facial surface حتى لا أواجه مشكلة أو صعوبة بتطابق الألوان، حتى أوفر على نفسي جهد أكثر وأحقق نتيجة جمالية أفضل. والنقطة الثالثة هو أنه ما not to extend subgingivally، كذلك أنه أحافظ على cavity mality أشنو supragingivally يعني فوق مستوى اللثة. ما أنزل subgingivally، وليش ما أنزل subgingivally؟ لأنه متى ما أنزلت subgingivally أنا ما راح أقدر أحصل dry field اللي هو ضروري للكومبوزيت، لأنه راح يكون عندي gingival fluid، ممكن يكون عندي saliva blood، تمام؟ فهاي النقاط الثلاثة مهمة إنه أنا أتفق عليها، تمام؟ Extension should be minimal، أقل ما يمكن، including only the tooth structure that is compromised by extent of caries lesion or defect. Some undermined enamel can be left in non-occlusal stress area. لاحظوا هوني بحالة large cavity الأندرمايند إنامل راح أبقينه على شرط أنه ما يكون بالأوكلوزل ستريس area. But very friable إنامل at the margin should be removed. مثل ما قلنا إذا كان عندي طبقات إنامل متهالكة جدا لا هاي أشيلة أفضل، لأن هاي ما تعتبر unsupported إنامل، تعتبر friable إنامل اللي هو إذا ما شلته راح يصير عندي chipping يعني كسر بهاي المناطق اللي راح أتركها. The extension axially is also dictated محدد يعني by the extent of the fault or caries يعني محددة على امتداد التسوس فقط. And usually is not uniform in depth يعني ما بالضرورة انه الكافيتي مالتي يكون نفس العمق ونفس الهاي، لا مثل ما قلت لكم متى ما خلص عندكم التسوس تتوقفون. نحن بالكافيتي مال كومبوزيت نمشي على قد التسوس فقط. As noted earlier, the most initial composite restoration in the primary care is used an ultra-conservative preparation design. يعني إنه خطة علاجية تحفظية فوق العادة خلينا نقول إذا كان عندي initial caries. Because caries lesions that require restoration usually extend into dentine. تمام؟ Many class 3 preparation extend to an initial axial wall depth of 0.2 millimeter in dentine. And are widened such that the peripheral enamel have dentinal support. Okay, بمعنى إنه بحالات class 3 the preparation extend into initial axial wall بعمق فقط 0.2 مليم into dentine إذا اضطريته. أشقد بي أبقى conservative. لأنه أنا أشقد أشيل enamel، العفو أشقد أشيل dentine بمعنى أنا تركته enamel
بنفس المكان هو غير unsupported. يعني شفتوا الدينتين اللي تحته تركتوه إنامون خارجي بدون support. If the preparation outline extend gingivally, إذا الكافيتي إحنا قلنا قدر الإمكان الكافيتي مالتنا ما نمده صب gingivally, لكن إذا كان عندنا تسوس وامتد gingivally إيش راح أعمل؟ أول شيء the gingival floor تحقوني حرف ال F ما ظاهر بالآية تخلوها. Gingival floor should form a cavo surface margin of 90 درجة. يعني إنه gingival floor لازم يكون بزاوية أشقد 90 درجة. النقطة الثانية the depth of gingival axial line angle should be not more than 0.75. يعني عمق الكافيتي بهذا المكان لازم ما يعبر ال 0.75. فإذا زاوية 90 عمق 0.75 at this initial stage of tooth preparation. شوفوني أم حرف التي ما كان ظهر. The external wall are prepared perpendicular to the root surface. جدران الكافيتي راح تكون عمودية على root surface. In this area of the tooth, apical of cemento enamel junction, the external wall are composed entirely of dentin and cemento. تعرفون أنتم بهذا الجزء من الكافيتي ما راح يكون عندي enamel. إيش راح يكون عندي موجود؟ فقط dentin وسيمنتو. When completed, بعد ما كملتوا the initial tooth preparation extend the outline form to include the entire fold unless it is anticipated that the incorporation of additional enamel bevel would enhance retention form. يعني انه انا بعد ما كملت شغلي اتوقف على قد ما اكو عندي تسوس الا اذا انا لاحظت انه الكافيتي مالتي يحتاج additional retention form فممكن اضيفها اللي هي ممكن تكون جروف أو مثل ما قلنا دوفتيل أو whatever to improve the potential for an optimal aesthetic result. Small preparation typically have a beveled margin configuration from the initial preparation. تمام؟ المارجن راح تكون عندي بأي configuration بأي شكل راح تكون beveled margin. خلصنا الانيشال توث بريبريشن نجي على الفاينل توث بريبريشن ستيب الخطوات النهائيه للكافيتي. فاذا ذا فاينل بريبريشن ستيب فور كلاس 3 دايركت ريستوريشن ار انديكيتد. الفاينل الخطوات اللي راح نقوم بها اذا كانت تستوجب خلينا بالكم هاي النقطه وين انديكيتد اذا كانت تستوجب مو شرط انه دائما نعملها بس اذا كانت تستوجب. أول نقطة اللي هي selective removal of carious dentin يعني نشيل الكاريز اللي بالدنتين selective الاختيار يعني انتقائي العفو يعني أنه على قد التسوس فقط بمعنى أنه ممكن يكون عندي كاريز spots وحدي ممكن أدخل عليه brown bear بدون ما أنزل الفلور of the cavity كلته على مدى النقطة لا على قد الكاريز فقط. ثاني شيء pulpal protection يعني أنا شعرت إنه أنا قريب جدا من البلب وأحتاج أعمل pulpal protection بالتالي راح أختار حشوة بهذا المكان تكون مثلا تكون بها نسبة فلورايد عالية تنطي فلورايد ريليز حتى أعمل protection للبلب. النقطة الثالثة اللي هي bevel placement on accessible enamel margin إذا أدحق على الكافيتي إنه أنا بهاي الجهة أحتاج أخلي بيفل إضافي. والنقطة الأخيرة اللي هي final procedure of cleaning and inspecting الخطوات النهائية للتنظيف والفحص يعني أنا أفحص الكافيتي مالتي. لو كان مثلا عندي selective removal of caries dentin is accomplished يعني إنه أحتاج ممكن أشيل مناطق معينة مثل ما قلنا بالتسوس إما يكون براون بير أو سمول سبون إكسكافيتر هتلاحظون هاي اللي بالصورة سبون إكسكافيتر بس تكون إشنو سمول حجم صغير أو إنه بوث يعني ممكن أستعملهم اثنين الراوند والسبون إكسكافيتر. Particular care must be exercised not to weaken the wall or incisal angle. أحاول جهدي إنه ما ضعف جدران الكافيتي أو الإنسايزال أنجل that are subject to masticatory forces. هاي الحال هسه راح اعرض لكم صور للكافيتي من كلاس 3. هون عندي حرف اي اللي هي small proximal caries lesion on the mesial surface of maxillary lateral incisor. البي هون حددت الاوتلاين هتلاحظون الاوتلاين مالتي
dotted line indicate the normal outline form dedicated by the shape of Caries lesion. هتلاحظون اشنو اللي حدد لي شكل الاوتلاين فورم؟ الكاريز. الكاريز هو اللي حدد لي شكل الاوتلاين فورم. بينما الصوره سي اكستنشن اللي هو الكونفينينس فورم required for preparing a restoring from the lingual approach. هون قررته انا قررته انه اللينجوال ابروتش هو افضل وكونزرفاتيف when tooth are in normal alignment. تشات نشوف اكو تشات انا اشتغل على التليفون بالتشات انا كل شويه يظهر لي على بالي اكو شيء زين. هاي الصوره الاخرى عندنا الدي اول صوره اللي هي facial view of caries lesion. هتلاحظون الكاريز عيبين facial وقريب facial تمام. facial view of caries lesion on distal surface of maxillary central incisor. بينما الصوره الاي الاف obtaining access to caries dentine. هتلاحظون هون بما انه هو الكاريز قريب على الفيشل بالتالي افضل انه ادخل عليه facial approach احسن ما ادخل من اللينجوال واشيل tooth structure ما بينه شيء. infected dentine is removed بالصوره اللي بجي الانفكتد شلتونه الكاريز باي راوند بير. واخر شيء حرف H اللي هو بعد ما كملته الكاريز الكافيتي مالي كمل الاوتلاين مالته تحدد حسب شكل الكاريز اللي عندي بمعنى اخر. والخلاصه للكلاس 3 انه انا الكافيتي مالتي محدد بشكل الكاريز انظف الى اني ما يبقى عندي كاريز ادحق على الكافيتي مالتي اكو فرايبل انامول بقايا انامول وعليها ستريس اشيلها ما عليها ستريس ابقيها. موضوع بسيط زين. عفوا دقيقه. ايضا هون عندنا حرف اي نشوف هون قررنا انه لينجوال ابروتش تمام وبيربنديكولار على الانامول سيرفيس مع النيك اوف ذا بير باتجاه الامبريجر اريا اوكي. واي حددنا ان الصوره بي هي الكوريكت ابروتش والصوره سي اللي هي انكوريكت ابروتش. الدي هي the same bear for diamond is used to enlarge the opening. بعد ما دخلته بديت اوسع for caries removal and convenience form while establishing the initial axial wall depth. هون ايضا عندنا preparation design هذا تصميم الكافيتي كلاس 3. دكتور يقطع الصوت فد مره. مشكلة ما عند الكل فلهذا يجوز الخط الخلل من عندك ولهذا يعني تقدرين بعدين ترجعين على الفيديو وتخشعين هذا الجزء اللي انقطع. فإذا preparation design for class 3 اللي هي صورة A and B larger preparation design يعني A و B small أو initial cavity design. C and D اللي هو شنو larger preparation من يكون الكاريز عندي أكبر. هوني قررت انه انا احتاج ريتنتيف جروف. هتلاحظون هذا الجروف ماشي مع الاكزيال وول ماشي. هوني الصوره لارج كلاس 3 توث بريبريشن. هوني قررت ان انا احتاج بيفولينج صوره اي. هتلاحظون هذا الفليم شيب على شكل لها بالشمعه يعني خلينا نقول الفليم شيب بير وبزاويه 45 درجه. هوني حرف الاف ما موجود with a flame shaped or round bear resulting in angle 45 درجة to the external tooth surface. وهوني بعد ما كملت البيفل السهم هوني عشان علي عندنا على البيفل. هوني الصورة نعم هذاك السلايد اللي قبله نعم هذا ايش بينه؟ ما هذا ابو البيفول الاخ هذا ابو الاي والبي والسي والتي. نعم ايش بينه؟ هذول الاي والبي هي ما يعني كومبوزيت والسي والدي املكم؟ لا 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 ما عندنا املكم هوني ما عندنا املكم هوني محاضرتنا على الكومبوزيت بس اي وبي انيشال كافيتي يعني تسوس بسيط هذا التصميم الكافيتي للتسوس البسيط السي والدي تصميم الكافيتي للتسوس الاكبر ماشي؟ نجي هسه على الصوره الايديال انيشال اكزيال وول بريبريشن تمام. الديبث هتلاحظون 0.2
0.02 مليم دخلته فقط داخل الدنتين. هاي بالنسبة للصورة A. Incisor gingival section showing the axial wall 0.02 تمام 0.2 مليمتر into the dentin. B اللي هي facial lingual section showing facial extension and axial wall following the contour of the tooth. Gingivally to a position where the remaining enamel thickness is minimal or non-exist, the bevel omitted is omitted from this area. بمعنى انه اذا ايه شباب رجع ال... فصل الخط يا شباب. من كلتنا احنا الماوس كلنا ضعيف. البيانات معيش معيش. تسمعوني يا شباب؟ زي ما وصلنا هاي مشكلة يفصل الخط ويرجع. ايه قلنا اذا كان الكافيتي صوت واضح يا شباب؟ اذا كان البوزيشن اوف جيد اذا كان الكافيتي عندي نازل جنجايفالي ما يحتاج البيفل. The bevel is omitted مستبعد from this area to preserve the remaining. وليش ما عملنا بيفل؟ حتى نحافظ على البقية المتبقية من الـ enamel margin وكذلك حتى نحصل 90 درجة كيفوسيرفيس مارجن انديتين. Likewise وكذلك the bevel on the lingual enamel margin of axillary incisor may be contraindicated. خوش فإذا أنا ما يحتاج أعمل بيفل جنجيفالي ولا أعمل بيفل لينجوالي فقط وين فيشيال. If it would result in creation of restoration margin interface on the area of occlusal contact خصوصا إذا كان منطقة البيفل هاي راح تكون وين على occlusal contact مع الـ adjacent tooth الـ opposing tooth. The remaining old restorative material on the axial wall should be removed in any of the following conditions. يعني بقايا الحشوة القديمة أو البيز اللي موجودة لازم تزال في الحالات التالية. أولا the old material is amalgam يعني الحشوة القديمة كانت amalgam and its color would be negatively affect the color of the new restoration. بمعنى بقايا amalgam لازم أشيلها ما بيها مجال أنا دخل لي حشوة بيضاء تجميلية هذا السواد من الأملقم راح يأثر عندي على اختيار اللون. ثانياً clinical or radiographic evidence of caries lesion بمعنى أنه الفحص السريري أثبت لي أنه يثبت لي أنه أكو تسوس تحت الحشوة أو الأشعة الفحص بالأشعة بمعنى أنه البيشنت يجي عنده sensitivity للكولد هي معناها أنه أكو something wrong. ثالثاً the tooth pulp was symptomatic preoperatively بمعنى أنه البلب كان بين أي شباب أيضا صار عندنا خلل يعني شيء بصراحة مزعج جدا. مهند بس عملني هوست. دكتور غادي ليش ما نشرح إنه هو عندنا مختبر يعني ما يصير المختبر يشرح إنه هو حتى لو نبقى يعني صار إضافي غادا نكمل وبعدين إن شاء الله وهم راح تعرفون مستقبلا ليش زين. Or the pulp was symptomatic preoperatively. يعني إذا كان البيشنت جاني وأساساً هو عنده تحسس يعني البلب بينه مشكلة عنده تحسس بالكولد بالهيت. أوكي. النقطة الرابعة the periphery of the remaining restorative material is not intact. يعني حافات الحشوة بها خلل fracture أو discoloration. النقطة الخامسة if there is a noticeable deterioration of the bonding of the remaining restorative material. بمعنى انه الحشوه المتبقيه بها اصلا مشكله بالثبات يعني هتتحرك بمكانها او something. النقطه السادسه اللي هي طبعا هم راح يغلق الزوم ونرجع ندخل على نفس الرابط. النقطه السادسه اللي هي the use of underlying dentin is necessary to affect the stronger bond for retention purpose. يعني انه انا احتاج الدنتين المتبقي حتى يساعدني انه يصير التصاق اكبر مع الحشوه. خلصنا كلاس 3 نجي هسه على كلاس 4 the clinical technique for class 4 direct composite restoration.
أول خطوة مثل ما قلنا نبدي بالإنيشال كلينيكال بروسيجر، الخطوات الأولية the same initial procedure consideration present aerial for class 4 direct composite restoration. The preoperative assessment of the occlusion is even more important for class 4. هون لازم نخلي أهمية كبيرة لمسألة فحص الإطباق قبل أن نبدأ بالحشو بالنسبة لكلاس 4، مهمة جدا. Because it might influence the tooth preparation extension. بمعنى أنه هذا الإطباق قد يحدد لي امتداد الكافيتي مالتي إلى أي حد معين، بحيث أنه نهاية الكافيتي مالتي لازم تكون على non-contact area. أش معناتها؟ بمعنى أنه أنا مثلاً upper central وبينه class 4 أخلي البيشنت يسد المنطقة اللي يصير بها contact مع lower central، هاي يسموه contact area، هاي المارجن مال cavity مالتي لازم ما تكون على contact area، لازم تكون قبله أو بعده. تمام؟ ما يصير أبقي، خلوها قاعدة عندكم، ما يصير أبقي أو أعمل الكافيتي مارجن على الكونتاكت إيريا. كونتاكت إيريا ما مع الأجيسنت تيث، أقصد مع الأبوزنج تيث، يعني قصدي من الداخل بالنسبة للماكسيلاري سنترال إنسايزر مثلا. And the retention and resistance form heavy occlusion require increased retention and resistance form. كذلك عندي الريتينشن والريزيستنس فورم، لأنه الهيفي أوكلوجن راح يحتاج أنه أنا أزيد الريتينشن فورم وأزيد الريزيستنس فورم. Also, proper shade selection can be more difficult for large class 4. أكيد إنه أنا من راح يكون عندي large class 4 cavity لازم أهتم كثير باختيار لون أكثر من class 3. class 3 قد تكون العملية سهلة لأنه cavity صغير وجانبي، بينما class 4 لا، راح تكون المسألة مهمة ولازم شغلي يكون layering technique، بمعنى إنه أنا أخلي الدنتين مكان الدنتين، أقصد دنتين كومبوزيت، لأنه كومبوزيت مثل ما تعرفون بنوعين، يعني يجي إما إنامول أو دنتين، وأخلي فوق الدنتين أخلي كومبوزيت إنامول، تمام؟ حتى أحقق تطابق باللون عندي. Use of separate translucent and opaque shade of the composite is often necessary. أتلاحظون؟ يعني مهم جدا إنه أنا أستعمل طبقات. قد أحتاج بهذا المكان مثلا يم الإنسايزال إيج أخلي طبقة كومبوزيت شفافة translucent، بينما بمكان آخر مثلا بالميدل ثيرد أحتاج أوبيك شيد، يعني لون معتم، تمام، من الكومبوزيت. فإذا for large class 4 lesion or fracture a preoperative impression may be taken to be used as a template for developing the restoration contour. بمعنى أنه يفضل، وإذا تريد أنت تحصل على نتائج professional، أنه أنا أخذ طبعة للمريض وعلى الكاست أصمم الكافيتي مالتي بطريقة إحنا نسميها الموكاب، إن شاء الله مستقبلا راح تعرفوها وأكيد شفتوها بصفحات على الفيسبوك أو في تي، إنه بكلاس 4 يخلون طبقة باليتا اللي هي الطبقة من الهيفي بودي هذا السيليكون، وعلى أساسه يبدي يبني طبقات الكلاس 4، هاي الطريقة يسموها الموكاب، تمام، حتى يحصل نتائج أفضل. This technique is described later in this chapter. طبعاً ما in this chapter, in this lecture. Okay. Also, proper shade selection can be more difficult in large. تحقون يا شباب أكو حرف الإف دائماً مشكلة عندنا هون، من ننقل من PDF على PowerPoint تختفي، فهون لاحظوها مثلاً difficult الإف ماكو. Proper shade selection can be more difficult for class for use. هاي بنفس السلايد هذا. زين نيجي على التوث بريبريشن تحضير السن. Similar to class 3 نفس الطريقة مع class 3 the tooth preparation for class 4 direct composite restoration involve راح تشمل الخطوات التالية. أولا creating access to the defective structure، لازم أعمل لي منفذ كافي إلى defective structure. هذا defective structure قد يكون caries lesion، قد يكون fracture، قد يكون non-caries defect. ثانيا Removing faulty structure. أشنو هي الفولتي ستراكتشر اللي لازم أشيله؟ اللي هي الكيريز توث ستراكتشر أو الديفكتيف دنتين أند إنامول أو الديفكتيف ريستوريشن وكذلك البيز. يعني نفس خطوات كلاس 3 اللي شرحناها. والنقطة الثالثة اللي هي creating the convenience form for the restoration اللي شرحناها سابقا. The tooth preparation for large incisor proximal
areas require more attention. هون يحتاج عندنا العملية تحتاج اهتمام أكثر وانتباه أكثر عندنا. لإيش؟ للريتينشن فورم. لأنه هنا كل ما تزيد مساحة الكافيتي بريبريشن عندي لازم أنطي اهتمام كبير عندي للريتينشن فورم. على عكس مثلا يعني بقية الكلاس 3 وكلاس 5 مثلا. أوكي؟ If a large amount of tooth structure is missing. نعم. بالنسبة لهاي السوداء يعني هاي ما قصدنا pulp exposure؟ الصورة السابقة هاي؟ لا هون ما هون ما كان صار عندنا pulp exposure. اكو بيشينات شوف يا شباب هاي نقطة مهمة. اكو البيشينات كثير يهتمون ب يعني بالعناية بأسنان يعني يستعمل معجون أسنان بها تركيز فلوريد عالي يبتعد عن الشجر عن المسائل الكاريوجينيك لهذا تشوفون الكاريز يمشي عنده بنفس الوقت الريباراتيف دنتين أيضا يتكون عنده بكثرة فبالتالي تشوفون ديب كافيتي لكن ماك إكسبوزد ليش الدنتين كان حفز تكوين الريباراتيف دنتين العفو البلب كان حفز تكوين عندي الريباراتيف دنتين وبالتالي ما راح تكون إكسبوزد أوكي فإذا كان عندي large amount of structure okay. is missing and the restoration in high occlusal stress يعني إذا كان عندي cavity كبير وهذا الكافيتي علينه stress بالocclusion لازم أخلي groove retention بهاي الحالة تمام وهذا when يعني العفو groove retention form may be indicated even when the preparation periphery is entirely in enamel. حتى لو كان الكافيتي كله within enamel, أحتاج إنه additional retention groove. Also, enamel bevels can be increased the width in width to provide greater surface area. فإذا الطريقة الأولى إنه أعمل groovات تمام والطريقة الثانية إنه أزيد ال width of the bevel. زيادة البيفل ويدث راح يؤدي لي إلى stronger bond strength between composite and the tooth and potentially a better static result. يعني البيفل من راح أزيده راح يزيد عندي retention وكذلك راح يزيد عندي الاستاتيك ريزلت راح تكون أفضل. هذا شكل الكافيتي للكلاس 4 تلاحظون الـ A and B preparation design for class 4 وال C وال D هو larger preparation design for class 4 إذا تلاحظون الـ A وال B بدون retentive groove الـ C وال D هون ضفتوا retentive groove طبعا هاي retentive groove راح تكون وإيش within the dentin حتى لو كان الكافيتي عندي كله within the enamel راح أضطر أدخل على الدنتين حتى أعمل retentive groove If the fracture is confined to enamel adequately. دكتور ليش ما عملنا retentive group بالنسبة للA والB؟ الكافيتي مبين large يعني. لا ما large بالنسبة للكلاس 4 هذا يعتبر يعني صرفه للكلاس 4. وثانيا هون ممكن تتجهين لاتجاه آخر إنه بس أزيد البيفل. يعني ممكن بس أزيد البيفل ما يحتاج أعمل retentive group. تمام؟ بالتالي هو retentive group هو ما conservative. هو إجراء ما كونزرفيتيف بس أنا أكون مضطر اللي هو بحالة الكافيتي إذا كان لارج كثير فإذا if the fracture is confined to enamel إذا كان الفراكتشر عندي كله within enamel زين أنا شعمل retention can be attained by simply beveling the sharp careful surface margin in the fractured area with هذا جواب على سؤالك هسه قبل شوي سألتيني if the fracture is confined to enamel, adequate retention usually can be attained by simply beveling the sharp cable surface margin in the fractured area with a flame-shaped diamond. كما موضح بالصورة, the flame-shaped diamond bear following by bonding. يعني أعمل acid H bonding. تمام طبعا زميلتكم سألت على تقويم الأسنان الجزء اللي مستعمل هو اللي يسموه البراكت
هو يتم إلصاقه على الليبل سيرفيس اوف ذا توث باستعمال اما الكومبوزيت او الريزن موديفايد او الدبل كيور سيمنت يسمونه. وحاليا ما يستعملون اغلب شيء يستعملون ماده البايوفيكس اللي هي تعتبر ايضا نوع من انواع الكومبوزيت سيمنت. زين اكستنشنز اوف كلاس 4 امتداد الكافيتي عندي يعني شنو اللي راح يحدد لي الكلاس 4 regardless of its size. The extension of class 4 direct composite restoration are ultimately dictated by extension of the caries. يعني أيضا نفس الحالة الـ caries lesion التسوس أو الـ fracture أو الـ failed restoration حشوة قديمة يعني فاشلة هو هذا الأشياء اللي راح تحدد لي الـ extension مال class 4 cavity. The outline form is prepared to include the weakened friable enamel. يعني بما بعد ما أنا شلت الـ defect الأوتلاين فورم أيضا راح تشمل عندي الأجزاء الضعيفة الفرايبل متهالكة من الإنامول. The outline form is prepared using round carbide bear. يعني راح أشتغله باستعمال round bear or diamond bear of appropriate size of appropriate size at high speed with air water coolant. يعني باستعمال التوربين. All weakened enamel is removed. And the initial axial wall depth is established as with the class 3. يعني نفس الـ principle اللي أنا اتبعته بكلاس 3. The final tooth preparation steps for class 4. الخطوات النهائية الـ final for class 4 راح تشمل عندي أولاً وأيضاً لازم ننتبه حتى أنا كنت خليت لكم إياها باللون الأحمر. هاي الخطوات وين indicated يعني عند الضرورة لما نكون أنا محتاجة ما شرط أنه دائما أخليها. أول شيء selective carious tissue removal if present إذا كان عندي تسوس عندي إضافي. ثاني شيء pulp protection if needed يعني ما كل الحالات أنا أحتاج أعمل pulp protection. والثالثة هي bevel placement on accessible enamel margin ايضا انه انا اخلي بيبل ويحدد لي ايضا الويدث اوف ذا بيبل حسب الكافيتي مالتي حجم الكافيتي. واخر شيء عندنا فاينل بروسيجر اوف كليننج اند انسبكتنج بعد ما كملت التنظيف اعمل تشيكينج فحص للكافيتي. The operator bevels the cavosurface margin of all accessible enamel margin of protection of preparation. هون بكلاس 3 كلاس 4 العفو البيفولنج للكيفو سيرفيس مارجن راح يشمل كل اجزاء الانامول. تمام تذكروا ما كنا بالكلاس 3 قلنا نتجنب جنجايفولي ولينجولي لا هون راح يكون البيفول يشمل كل اجزاء الانامول. نحكي شويه على البيفول. ذا بيفول از بريبيرد ات 45 ديجري زاويه 45 ديجري لاحظوا الصوره معي تمام to the external tooth surface with a flame shape bear. هذا الفلام شيب هو اللي صورته ظاهرة عندكم تمام أو حتى الراوند بير أيضا ممكن نستعمله. The width of the bevel should be 0.5 to 2 mm. أشخد عرض البيفل عندي من النص إلى 2 مليمتر depending on the amount of structure missing حسب حجم الجزء المفقود من السن. إذا كان simple cavity قد يكون 0.5 كافي وفي حالة اللارج كافيتي قد أحتاج إلى حد 2 مليمتر. تمام؟ And the retention perceived necessary. The use of scalloped non-liner bevel. بمعنى أنه البيفل مالتي راح يكون على شكل scalloped هذا الشكل. تمام؟ non-liner يعني ما راح يكون خطي. لا راح يكون متعرج بهذا الشكل. هذا إيش راح يفيدني؟ هذا sometimes helps in masking the restoration margin. هذا راح يخفي لي حافات الحشوه. كثير من حالات جزء تشوفوها كلاس 4 الخط الفاصل بين الحشوه والسن مبين واضح وهذا يعتبر خلل بالشغل. الاسكالوبت لاين بالبيفل راح يساعد على اخفاء هذه المارجن. Although the retention of most class 4 direct composite restoration is provided primarily by bonding of the composite to the enamel and dentine. When large in size of proximal areas are being restored,
the additional mechanical retention may be obtained. على الرغم من انه انا الكومبوزيت مالتي راح يصير عندي التصاق مع الانامول والدنتين، ولكن قد احتاج الى groove shaped تمام groovat or other form of undercut dovetail extension or combination. هاي اشوقت في حاله اللارج كلاس 4 كافيتي. If retention undercuts are deemed necessary, a gingival retention groove is prepared. تمام؟ إذا كان ال شو اسمه إذا يعني retention الإضافي مطلوب عندي، قد أضيف gingival retentive groove باستعمال بير ربع. It's prepared 0.2 inside the dentinal element junction at depth of 0.25 millimeter, half of the diameter of the this bear اللي هو الربع، يعني نص القطر مال الدايميتر مال البير راح يكون داخل الدنتين. This groove should extend the length of the gingival floor تمام and slightly up the facio axial and lingo axial the line angle. زين، the initial clinical procedure راح تشمل بالنسبة للكلاس 5، هسا خلصنا كلاس 4، نيجي للكلاس 5 ونشرح الكلينيكال تكنيك فور كلاس 5 دايركت كومبوزيت ريستوريشن. The initial clinical procedure it will be the same initial procedure، راح تكون نفسها بالنسبة للكلاس 3 ايضا راح تكون للكلاس 5، except باستثناء the occlusal evaluation. يعني بكلاس 3 كنا نشيك الإطباق، هوني ما راح نحتاجه which is not required for class 5 restoration، ما راح نحتاجه بكلاس 5 unless there is concern about occlusal for factors as an etiology for non-carious cervical lesion، إلا إذا كان للإطباق دور في تكون هذا class 5، وهذا إيش وقت يكون؟ حالات معينة مثلاً أبو فراكشن الأبو فراكشن يتكون نتيجة الأوفر ستريس أريا من الإطباق، وبالتالي أحتاج أنه أعمل adjustment للأوكلوجين. During shade selection it should be noted that the tooth is typically darker and more opaque on the cervical third. من أجي أنا أختار لون التوث ستركتشر، يعني أريد أختار لون الحشوة، لازم أخلي بالي بحالة class 5 انه اللون راح يكون داركر غامق اكثر ومعتم اكثر بالسيرفايكال ثيرد. والسبب هوني انه بالسيرفايكال ثيرد ما راح يكون عندي فقط طبقه رقيقه من الانامول اللي هو يكون شفاف، اللي راح يكون موجود بالسيرفايكال ثيرد هو الدنتين، وبالتالي السيرفايكال ثيرد هو يمثل اللون الحقيقي للسن. تمام. Isolation may be achieved by rubber dam and retainer with cotton roll or retraction cord. هاي وسائل اللي ممكن نحققها للايزوليشن، بعدين ان شاء الله راح نذكرها. بالنسبه للتوث بريبريشن، كلاس 5 توث بريبريشن باي ديفينيشن ار لوكيتد اون ذا جينجيفر ثيرد، يعني موقع هو راح يكون بالجينجيفر ثيرد اوف ذا فيشال اند لينجوال توث ستراكشر. بيكوز اوف استاتيك كونسيدريشن كومبوزيت موست فريكونتلي ار يوزد فور ريستوريشن اوف سيرفايكال كيريز ليجن، بمعنى انه كلاس 5 انا راح استعمل الكومبوزيت، ما منطقي انه انا أخلي أمل جنب هاي المنطقة المرئية. تمام؟ numerous factor include نعم يا شباب يا بعيد هاي مهند رجعنا فإذا حكينا وين وصلنا. numerous factors including aesthetic nature of lesion and substrates characteristic caries activity caries risk access to the lesion and the moisture control may be taken consideration for this material selection. كل هاي العوامل راح تحدد لي اختيار المادة للحشوة. because many class 5 restoration involved root surface
at least on their cervical margin, careful consideration should be given to choice the restorative material. لأنه class 5 في معظم الأحيان يمتد إلى اللثة، لازم أنا أخلي اعتبارات خاصة باختيار المادة الملائمة لكلاس 5. قد أضطر مرات أحتاج أنه أختار مثلا glass أو restorative material، ما أختار composite إذا كان الكابتي عندي ممتد إلى root surface. Similar to class 3 and 4 preparation, tooth preparation for... هذاك الكيس اللي ايش بيها؟ نعم؟ دكتور هذاك الكيس اللي هو اللاترال مال يحتاج محشين ولا ما يحتاج؟ أكيد يحتاج، حتى لو ما كان حتى لو ما كان هذا يعتبر ديفكت، يعني ديسكالريشن خلينا قد يحتاج بارشل فينير، خلينا نقول يعني طبقة رقيقة تنشال من الإنامول وتتعوض بالكومبوزيت. فإذا similar to class 3 and 4 tooth preparation راح يشمل لنا أولا creating يعني والله انتقام ما محاضرة انتقام صار. فإذا creating access to... أنا ما بعد أسأل، كل ما أسأل يفصل النت. إيه والظاهر هذا السبب أي يأثر. فإذا creating access to the defect carries lesion. ثانيا removing the defect اللي هو راح يشمل الديفكت مثل ما حكينا، اللي هو اما يكون كاريز او ديفكتيك بينامول او وات ايفر. النقطة الثالثة creating the convenience form of the restoration. The tooth preparation for large class 5 restoration or defect may require more attention, on retention form. يعني بحالات class 5 اللي تكون كبيرة الكافيتي لازم نعطي أهمية كبيرة بالنسبة للريتيشن form. مقارنة مع إيش؟ مع الconservative class 5 defect. Especially when little enamel is available for bonding. خصوصاً من راح يكون عندنا enamel قليل متوفر بالكافيتي. Then, areas of hypermineralized sclerotic dentin also may require special attention. أيضاً أكو جزء من الدنتين إحنا نسمينه hypermineralized، يعني دنتين قوي جداً sclerotic. لأنه هذا الدنتين ما راح يستجيب ببساطة للبوندينج مثل الدنتين العادي، فلازم شو اسمه نهتم بهاي المسألة إنه نستعمل البوندينج المطلوب. Enamel bevels are typically used on the occlusal incisal margin. البيبل مهم جدا. While the cervical margin bevels are usually not recommended. يعني راح نعمل بيبل incisal occlusal لكن من جهة السيرفايكال ما له داعي. Because of the absence of enamel, لأنه أساساً ما عندنا enamel بهذا المكان. Class 5 tooth preparation will vary slightly depending on the type extension of the defect. يعني تحضير طريقة تحضير class 5 راح تتباين بشكل كبير اعتماداً على نوع وامتداد defect. AUB راح يكون عندنا initial composite restoration primary caries. إذا كان التسوس قليل عندي هذا شكل الكافيتي. و C و D راح يكون عندي larger preparation design. وإذا تلاحظون هون ضفنا retentive groove وعملنا bevel incisally، تلاحظون هذا البيفل، بينما هون cervically ما عملنا بيفل لأن أساسا ما عندنا enamel أو باقي طبقة رقيقة من الenamel. هاي الصورة أيضا توضح لنا class 5 preparation. أوكي before وafter. هون عندنا الـ ideal outline form، طبعا هو راح يكون اعتمادا على شكل الديفكت او التسوس اللي موجود. Small or moderate class 5 tooth preparation also are used to restore non-carious cervical lesion. هذا المختصر مالها NCCL معناها non-carious cervical lesion. فالnon-carious cervical lesion have multifactorial etiology. هاي اريد تنتبهون عليها يا شباب، الصوت واضح عندكم هسه يا شباب تسمعوني؟ نعم
لأن هون أريد تنتبهون عليه. نعم دكتور. تمام. دكتور. نعم. الصوت واضح بس بهاي الصورة بهاي الحالة نحن ما كنا وصلنا للبلب كنال. لا 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 بالضبط. هسه أريد تركزون معي حتى أوضح لكم النقطة هاي. هون عندنا حالات اللي تجينا بيها كلاس 5. كلاس 5 قد يجي عبارة عن تسوس، تمام؟ فرح أسميه كيريز كلاس 5. لكن أكو حالات أخرى أسميها إيش؟ نان كيريز سيرفايكال ليجن. هاي لازم تنتبهون عليها، نان كيريز سيرفايكال ليجن، بمعنى أنه أنا صار عندي كافيتي بمكان كلاس 5 لكن ما بسبب التسوس. خلينا نجي نعرف شنو هاي الأسباب. الأسباب هي إما تكون intrinsic داخلية أو extrinsic خارجية مكتسبة. إما تكون intrinsic من داخل السن and or يعني إما مع أو extrinsic. extrinsic مثل ما قلنا مكتسبة خارجية. الextrinsic راح تكون إما erosion أو abrasion أو abfraction. أشنو الفرق بيناتهم؟ الإيروجين هتلاحظون معي، لاحظوا هاي الصورة إيروجين، هاي غالبا تصير بسبب ارتفاع الأسيديتي الحموضي يعني درجة الحموضية داخل الفم. غالبا تصير عند جماعة اللي أمراض المعدة اللي يصير عندهم خلينا نقول استرجاع، أحماض المعدة ترجع للفم. لهذا تلاحظون إنه البليتال سيرفيس أوف ذا تيث كان ذابت، فإيش صار عندي؟ صار حالة يسموها الإيروجين، تمام؟ بينما حالة الأبريجين هاي الصورة، الابريجن تكون على الجزء الخارجي من السن مكتسبة، سببها عدة أسباب. ممكن تكون واحد من الأسباب اللي هي مثلا فرشة الأسنان. إيه تسمعوني يا شباب؟ تسمعوني يا شباب؟ هل تسمعوني أجب؟ إيه دكتور. طبعا هسه راح يجيكم الريكورد، كل شويه انا انفعل من ينقطع الهاي، ولا فلا تضحكون سامحوني يعني، بس لا اراديا كل ما ينقطع الصوت زين او ينقطع البث معايا. هسه وين وصلنا يا شباب؟ وصلنا الابريجن. ممكن عندك سلايد لان الصوت كان ينقطع. هسه واضح الصوت؟ نعم واضح. شرحنا الإيروجين، هسه نجي على الأبريجين. الأبريجين يكون على الجزء الخارجي من الأسنان ويكون مكتسب، قد يكون مثلا بسبب فرشة أسنان قوية وأنا أستعمل قوة بالتفريج فتعمل لي أبريجين، يعني سوفان خارجي، تمام؟ والجزء الآخر اللي هي يسمونه الأبفراكشن، هون الصورة هون الصورة واضحة كثير للأبفراكشن. أبفراكشن أشنو سببه؟ abfraction هو عبارة عن detachment، يعني انفصال، detachment of enamel from the tooth structure. تصوروا يعني طبقة الإنامول تفصل عن الدنتين وتروح تختفي وتشكل لي defect شبيه بالكلاس 5. هاي تصير وين؟ دائما تصير بالمناطق اللي عليها stress، يعني إطباق قوي جدا، خصوصا مثلا يكون عندي 6 و 7 مشلوع، فالإطباق كله يتركز على 4 و 5 مثلاً أو على الكناين، فيصير عندي الأبفراكشن، تمام؟ and or قلنا أشنو؟ البايوكوروجين. كوروجين يعني أيضاً تآكل بالأسنان، تمام؟ أكو حالات أخرى مثل الأتريشن، هاي ما موضوعنا، موضوع آخر. If the causative factor are not eliminated these lesions tend to progress and enlarge with time. يعني بمعنى أنه دائماً إحنا نشيل المسبب بعدين نعالج العرض، يعني نعالج المرض الرئيسي وبعدين هي اوتوماتيكيا الساين والسيمتوم تختفي. فبالنسبه للاسنان مثلا انا عندي ابفراكشن او عندي ابريجن، اول شيء اعالج الاطباق، اعوض الاسنان المفقوده، وبعد اجي اعوض الابفراكشن اعالجه كانما اعالج الكلاس 5. واضحه هون يا شباب؟ فإذا this decision هذا قراري بنوع العلاج is based on the following consideration، راح يعتمد على الأشياء التالية. أول شيء الكاريز، ثاني شيء gingival health، ثالث شيء الاستاتيكس، رابع شيء sensitivity، خامسا pulp protection، وسادسا tooth strength. نجي على الكاريز. If the active caries is present caries management should be initiated for the incipient lesion.
Treatment may consist of application of topical fluoride and resin-based material, including adhesive and resin infiltration material. Inactive lesion may be monitored and keep understood indefinitely. But sometimes these can be aesthetically unsatisfactory. مثل ما حكينا most non-carious class 5 lesion are not carious. معظم defect اللي بكلاس 5 ما يكون سببه التسوس. بمعنى انه انا اعالج التسوس لكن ايضا انتبه على انه الوسائل الاخرى اللي تمنع لي هذا التسوس. مثلا انه انا انطي topical fluoride اختار الريزن بيزد الصحيحة للعلاج. ثاني نقطة اللي هي gingival health. If the defect is determined to be contributing to the development of gingival inflammation and or gingival recession, طبعا راح يفصل الخط نرجع ندخل على الرابط مرة أخرى. بمعنى آخر plug retention, mechanical trauma due to poor contours, the defect should be restored. بمعنى أنه قد يجيني أسنان أنا ما بيها تسوس ما بيها شيء ظاهري لكن عندي ديفكت بهذا مكان كلاس 5 يسبب لي تجمع البلاج او يسبب لي تروما ميكانيكال تروما فاذا اعمل حشوه بهذا المكان على الرغم من انه انا ما عندي تسوس بهذا المكان بس انه هذا المكان بينه خلل ويؤدي لي الى مشاكل باللثه. النقطه الثالثه الاستاتكس التجميلي يعني الجمالي. If the defect is in the aesthetically critical position, the patient may elect to have the area restored with a tooth color restoration. بمعنى انه اذا المنطقة مثل ما حكينا بالمنطقة الاستاتيك زون منطقة المرئية من الفم والاسنان اكيد البيشنت راح يلح عليك واكيد انت راح تختار حشوة تجميلية. ما منطقي انه انا اختار امالجم بهذا المكان. النقطة الرابعة اللي هي sensitivity التحسس. If the defect is very sensitive, application of an adhesives or desensitizing agent may reduce or eliminate the sensitivity at least temporarily. Continuing sensitivity may require restoration of the area. بمعنى انه انا عندي defect بهذا المكان اجرب اعالجه بالdesensitizing agent مواد خاصة تعمل لي desensitizing قد تقلل لي السنسيتيفيتي. اذا ما نفع هذاك الوقت اعمل ريستوريشن. تجينا حالات كثيره بيشنت عنده جام ريسيجن انسحاب باللثه ما عنده تسوس او شيء ولكن عنده سنسيتيفيتي كثيره بهذا المكان ما تستجيب للامور الاخرى فاضطر اعمل له فيلينج بهذا المكان. النقطه الخامسه اللي هي بالب بروتكشن. If the defect is very large and deep palatally, its restoration may be indicated to avoid further defect. يعني إذا كان هذا الديفكت الخلل عميق قريب من البلب يستوجب الحشوة حتى أمنع الضرر الأكبر اللي ممكن يحدث للبلب. نقطة السادسة اللي هي tooth strength لتقوية السن الضرس أو السن. If the defect is very large or deep, the strength of the tooth the cervical area may be compromised. صح؟ يعني defect مثل abfraction بهذا المكان بالفور قد يسبب لي حتى tooth fracture إذا أنا ما عالجتونه. Placement of bonded restoration reduce the potential. يعني الكومبوزيت قد يعمل لي reinforcement وتقوية وتقليل لاحتمالية الفراكتشر اللي ممكن تصير بعد ما يفقد السن strength مالته. هاي الصورة الأولى توضح لي decalcified area extended mesially from the cavitated class 5. بمعنى أنه أنا عندي class 5 موضح هوني بالكاريز تمام؟ لكن عندي mesially أكو امتداد ل decalcified area. إيش معنى decalcified area؟ منطقة فقدت المينرالز صارت عبارة عن weak enamel. فبالتالي الصورة B completed class 5 preparation with conservative mesial extension. بمعنى أنا كملت هوري نظفت التسوس وعملت initial cavity within enamel شلت هذا الديفكت. النقطة المهمة اللي ردنا أو ردت أوضحها من هاي الأمور إنه الديفكت ما بالضرورة يكون تسوس. مرات أنا أعمل extension بالكافيتي مالتي حتى أعالج مشكلة آنية حتى لا تتطور مستقبلا. تخيلوا لو أنا عالجته فقط هذا الكاريز وتركته هاي الديكالسيفايد هو صح ماكو كاريز عندي هوني
لكن الانامول هون عندي بينه خلل فانا احتاج اشيله واعوضه بريستوريشن. Thank you for listening. واخيرا at last